نشرة الظهيرة، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف قصفها على قطاع غزة لليوم 71، وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 18,800 شهيد. حوارات أطلسية تختتم اليوم في مراكش. المنتدى الدولي في دورته 12 ناقش أهمية المتزايدة لمنطقة المحيط الأطلسي في السياق العالمي الحالي. الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تواصل جلسات استماعها للفعاليات الحقوقية والمدنية والهيئات لتجاوز نقائص المدونة الحالية. سهرة كبرى في أبيدجان تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز. وقبل التفاصيل، أعلن الديوان الأمري الكويتي اليوم وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن سن نهزت 86 عاما بحسب بيان أذاعه التلفزيون الرسمي. وكان الراحل نقل إلى المستشفى أواخر نوفمبر الماضي على إثر وعكة صحية طارئة ألمت به. الراحل الشيخ نواف الأحمد صباح كان تولى العديد من المناصب المهمة وبدأ رحلته في العمل السياسي عام 1962، وفي العام 78 تولى حقيبة وزارة الداخلية فوزيرا للدفاع، وتولى ولاية العهد عام 2006 قبل أن يتولى مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت عام 2020. رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة واستهدف مناطق متفرقة مواصلا إسقاط الشهداء والجرحى، إذ ارتفعت الحصيلة منذ بدء الحرب على القطاع قبل 71 يوما، ارتفعت إلى نحو 18,800 شهيد معظمهم من النساء والأطفال. يونس رفيق. نيران جيش الاحتلال الموجهة للمدنيين في قطاع غزة لم تتوقف ولم تخف حدتها رغم الدعوة الأمريكية التي حملها جايك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي لنتنياهو. الآلة الإسرائيلية تواصل خرقها لكل المواثيق الدولية وللقانون الإنساني الدولي. حصيلة الضحايا تجاوزت 19,000 معظمهم أطفال ونساء. بالأمس طائرة مسيرة تستهدف صحفيي قناة الجزيرة بخان يونس لتصيب المصور الصحفي سامر أبو دقة في مقتل، بينما نجا وائل الدحدوح رغم إصابته التي نقل على إثرها للمستشفى. إمعان من الجانب الإسرائيلي في تقتيل المدنيين والأطقم الطبية والصحفية، هذه الأخيرة التي فقدت في غزة أزيد من 90 صحفي. ومن نيران جيش الاحتلال لم يسلم حتى الأسرى الإسرائيليون. بنيران صديقة قتل 3 أسرى في شجاعية، والناطق باسم الجيش الإسرائيلي يعلن عن الندم العميق جراء ما وصفه بالحادث المأساوي، كما عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أسفه لما وصفه مأساة لا تحتمل. هذا وتواصل إسرائيل غارتها الجوية على قطاع غزة المحاصر، محذرة من أن الحرب مع حركة حماس ستستمر أشهرا عدة. وتصاعدت سحب الدخان في شمال القطاع وخان يونس، حيث وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها البرية. بعد 3 أيام من النقاشات المعمقة حول الأهمية المتزايدة لمنطقة المحيط الأطلسي في السياق العالمي الحالي، تختتم اليوم في مراكش الحوارات الأطلسية في دورتها 12. هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد سطر له هدفاً تعميق الفهم الشامل للآثار المترتبة عن التصور الجديد للفضاء الأطلسي، مع تسليط الضوء على تعزيز التعاون الأطلسي الذي يعتبر ضروريا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالنسبة لبلدان جنوب المحيط الأطلسي. وحضر المنتدى الذي اختير له شعارا أهمية أطلسي أكثر حزما بالنسبة للعالم، حضره أكثر من 400 ضيف يمثلون 80 بلدا من الواجهة الأطلسية. نسلط مزيدا من الضوء على الموضوع، وينضم إلينا مباشرة من مراكش السيد خالد الشقراوي، الأستاذ الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، المركز المنظم لمنتدى حوارات أطلسية. أهلا بك سيد الشقراوي. عند الحديث عن الأطلسي كمنطقة تكتلات استراتيجية، غالبا ما نربط ذلك بأوروبا بأمريكا الشمالية فقط،
وربما تهمش المنطقة الجنوبية للأطلسي وهي إفريقيا المطلة على هذه الواجهة، وأيضا أمريكا الجنوبية. ربما هذا المعطى يتغير، نعيش ربما صحوة ووعي بالأهمية الاستراتيجية لجنوب الأطلسي وللدور الذي يمكن لدوله أن تلعبه في خارطة التوازنات العالمية من الناحية الجيوسياسية والاقتصادية. نعم بالطبع، خاصة وأن هناك مشكل تاريخي نعاني منه عندما نتحدث عن المجال الأطلسي، وهو أننا دائما نربطه ونقرنه بالتحالف الأطلسي الشمالي حلف الناتو، وهذا التحالف الناتج عن الحرب العالمية الثانية ظل مهيمنا على المقاربات الجيوستراتيجية لهذا المجال إلى حينه. الآن وخاصة بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد اهتممنا بمجال الأطلسي كمجال حيوي ليس فقط بالنسبة للمغرب ولكن بالنسبة لإفريقيا، على أساس منظور جديد مرتبط بمنطوق الجنوب الجديد، جنوب غير معقد غير مركب، جنوب يتطلع إلى رؤية العالم، جنوب يحاول أن يشارك هذا العالم، وجنوب بدون مخلفات أو منطلقات إيديولوجية من مخلفات الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، وأيضا جنوب ليست له مشاكل للتعامل سواء مع هذا الشمال الذي يعتبر شريكا أساس بماضيه التاريخي وبحاضره وبمستقبله، وكما أنه في نفس الوقت ليس لدينا أي مشكل للتعامل مع الدول الغربية سواء خاصة الغرب الأمريكي أو أيضا الشرق الأسيوي الحاضر بقوة حاليا في المنظومة السياسية والجيوسياسية الدولية. ولذلك في مركز الدراسات من أجل الجنوب الجديد وتبعا لمنطوق السياسة المغربية وخاصة خطاب صاحب الجلالة في هذا النطاق، أعتقد بأن الرجوع إلى المحيط الأطلسي يعتبر خطوة أساس على مستوى السياسة والمقاربات السياسية والجيوسياسية المغربية، على أساس منطق من الشراكة، منطق من الاندماج الاقتصادي والاندماج السياسي، وأن يصبح هذا المجال الأطلسي مجال ترابط ومجال تشارك ما بين مجالين جنوبيين مهمين ألا وهما المجال الأمريكي اللاتيني والأوسط والمجال الإفريقي عامة، وشمالا المجال الأوروبي ومجال أمريكا الشمالية، على أساس أن تكون هناك قناطر ممتدة من هذا الجانب إلى ذاك، وأن نشكل تحالفا إن صح القول تحالفا ثلاثيا للتفكير في هذا المجال ما بين المجال الأمريكي، المجال الأفريقي والمجال الأمريكي بتعدديته، المجال الإفريقي والمجال الأوروبي. وعندما نتحدث عن المجال الإفريقي فقط هذه الكلمة، نحن لا نتوقف عند المجال المرتبط بالمجال المائي مجال حوض الأطلسي، بل أيضا المجال المرتبط به، وكان صاحب الجلالة قد أشار إلى ذلك عندما طرح فكرة ضرورة إعطاء مجال لدول الساحل والصحراء للوصول إلى الأطلسي، وأعتقد بأن هذا المنطوق مهم جدا، ولدينا في تجربتنا التاريخية وعلاقتنا مع هذه المجالات ما يمكن أن نستمد منه العديد من الدروس للسير إلى الأمام. طيب، للسير إلى الأمام ولتحقيق الاندماج الأطلسي، كما أشرتم خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة المسيرة الخضراء كان وضع ربما خارطة طريق ووصفة ورؤية واضحة المعالم لتحقيق ذلك، وفي هذه المنطقة الأطلسية يعي المغرب تماما دوره بالنظر إلى موقعه، بالنظر إلى التزامه نحو قضايا القارة الإفريقية، التزامه الاقتصادي الاستثماري الروحي أيضا. نعم بالضرورة، تاريخيا المغرب عندما كان ينظر دائما في سياسته إلى الجنوب أو إلى المحيط الأطلسي لم يأتي له إلا خير من كل هذا اللون. لا أود أن أتحدث عن المجالات الأخرى، لكن دائما كان المجال الأطلسي مجالا مهما ومجالا للتعاون. فقط نرجع إلى فترة القرن الثامن عشر بناء ميناء الصويرة على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى غير ذلك، كل هذه الأمور ربطت المغرب ليس فقط بالأمريكيتين، ولكن في نفس الوقت كان هناك ترابط حتى مع الدول الإسكندنافية عبر المحيط الأطلسي أكثر من البحر المتوسط. بالضرورة لا يجب أن ننسى مجالات المتوسط التي هي مجالات حاضرة بقوة، وأيضا مجالات الشرق الأوسطية والمجالات الشرقية، كل هذه المجالات حاضرة، لكن مجال الأطلسي مجال مهم. فقط يجب التذكير في هذا النطاق إلى مسألة مهمة، أن هذا المجال هو أحد المجالات الأقل حيث تحدث أقل
لا توجد هناك نزاعات، وأريد أن أقولها بشكل واضح، ليست هناك نزاعات كبيرة أو قوية أو حتى ظاهرة على مستوى المجال الأطلسي، فقط هناك مشكلات بعد في خليج غينيا، بعد مشاكل القرصنة الصغيرة التي يمكن بسهولة القضاء عليها بتعاون دولي، لكن لدينا مجال هادئ، لمجال مسالم، وبالتالي لنستعمل هذا المجال المسالم لتهيئة مجالات للتعاون والاندماج الاقتصادي. وأعتقد لا تاريخيا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا لدينا من الآليات، سواء ما بين الأمريكيتين والمجال الإفريقي أو ما بين المجال الأوروبي والمجال الإفريقي والمجال الأمريكي، ما يجعلنا نسير إلى الأمام. وفي هذا الإطار لا نحتاج لكثير من الجهد، لأن الماضي موجود، الحاضر يستشرف آفاقا جد مهمة للتطوير، والآليات موجودة. وأعتقد بأن ما وضعناه في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد من حوار، الآن نحن في الدورة 12 للتفكير في المتوسط في الأطلسي، خطاب صاحب الجلالة كان واضحا في هذا الإطار، يجب أن نفكر في المحيط الأطلسي ليس فقط كمجال مائي ولكن كمجال حضاري ومجال اجتماعي واسع. وبالتالي يمكنني أن أقول أننا نفكر في المجال في البحر في المحيط الأطلسي، ولكن أيضا نفكر في المجال الأطلسي وهو مجال أوسع من المجال المائي، لما له من إمكانيات لتوفير أشكال الاندماج وحل العديد من المشاكل الأخرى التي تعاني منها مجالات سواء بحرية أو غير ذلك من أسباب النزاع المفتعلة أو الفارضة نفسها على هذا الإطار. سيد خالد الشقراوي، الأستاذ الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، شكرا جزيلا لك، كنت مباشرة معنا من مراكش. نبقى في مراكش، تسلط فيها الأضواء في ندوة دولية على بدائل العقوبات السالبة للحرية بعد وضع مشروع قانون متعلق بالعقوبات البديلة. الندوة تحاول الإحاطة بالرهانات والتحديات التي تواجه التفعيل القضائي للعقوبات البديلة. ريبورتاج من تحرير يونس رفيق. تكريسا لعلاقة التعاون البناء بين صناع السياسة الجنائية من سلطات حكومية وبين المشرفين على إنفاذ القانون، جاءت الندوة لتقديم مقترحات تنفتح على ممارسات فضلى لدول عربية في إطار تقديم بدائل العقوبات السالبة للحرية، وأيضا مناقشة أثر هذه البدائل على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعودة للجريمة. نتوخى يعني إيصال الفلسفة التي بني عليها المشروع، وأيضا التوجهات الكبرى، وأيضا لتشجيع السادة القضاة على اللجوء إلى هذا النوع من العقوبات البديلة نظرا لإيجابياتها، سواء على مستوى المساهمة في تخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية، وعلى مستوى أيضا إعطاء فرصة للأشخاص المحكوم عليهم في قضايا جنوح بسيطة لإعادة الإدماج والتأهيل وبناء حياتهم من جديد. الندوة المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وكذا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب والأورو متوسطية للحقوق، جعلت من بين أهدافها أيضا مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية. نسعد في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلي العرب، والجهاز والعضو المراقب لمجلس وزراء العدل العرب، بالمساهمة في تنظيم هذه النشاط العلمي المهم والذي يتحدث عن العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، والتي بدأت الدول العربية بتطبيقها منذ فترة وفق معايير أممية وفق معايير دولية. كما كان اللقاء أيضا مناسبة للتعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات الصلة، إضافة إلى التعريف بمشروع القانون المغربي 43-22 المتعلق بالعقوبات البديلة. تواصل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة جلسات استماعها للفعاليات الحقوقية والمدنية والهيئات الوطنية، وتنفتح على مختلف المقترحات لتجاوز نقائص المدونة الحالية. اليوم الموعد مع كل من مركز الدراسات القانونية في القضايا المجتمعية والوطنية وتنسيقية المناصفة والمركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية. روبورتاج مريم أملال هدى جديد.
المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية باعتباره هيئة علمية بحثية يقدم تصوراته بخصوص تعديلات مدونة الأسرة ضمن المقترحات إلاء الأهمية للوساطة الأسرية وتبني مقاربة مندمجة قانونيا وتربويا بخصوص التعديل والتنزيل. التعديل كنقصدوا به شنا هي القضايا اللي تنشوفوا أن عندها واحد الراهنية على مستوى تعديل النصوص، ولكن الأهمية الكبيرة أعطيناها للتنزيل على اعتبار أن جلالة الملك نبه إلى أن الأمر يتعلق باختلالات في التنزيل. تنسيقية المناصفة حلت على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة محملة بقضايا أهمها تكريس مبدأ المساواة خاصة في الإرث في إطار الاجتهاد الديني المنفتح. في المقابل مركز الدراسات القانونية في القضايا المجتمعية الوطنية عرض مقترحات تتماشى مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الطفل، ومن بين المقترحات التكفل. عندنا في المغرب ما يسمى بالأسرة البديلة، وهي الأسرة التي تقوم بالتكفل بالأطفال المهملين، ولذلك اقترحنا بأن يكون هنا المقتضيات متناسقة سواء بين قانون الأسرة أو بين قانون الكفالة، والقانون الكفالة يلزم أن يدرج في قانون الأسرة. تكريس مبدأ المساواة بين الذكور والإناث في الإرث، وأيضا مع مبدأ إلغاء التعصيب في حالة عدم وجود إناث، واعتماد قاعدة الرد اللي هي قاعدة فقهية يشتغل بها الفقهاء. انفتاح إذن على جميع المكونات المجتمعية والحقوقية والمراكز البحثية لصياغة مدونات جديدة للأسرة تتواءم مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة انسجاماً مع التقدم الحاصل في التشريع الوطني. لدورها الأساسي في المجتمع وباعتبارها فاعلاً لتحقيق الديمقراطية التشاركية ورفع رهان المشاركة المواطنة، جمعيات المجتمع المدني تؤثر فيما يتعلق بقوانين ملتزمات التشريع وتقديم العرائض. ورشات استفادت منها الجمعيات في إطار المنتدى الوطني الذي تنظمه بهذا الخصوص في الصويرة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. من الصويرة روبورتاج سفيان البعزاوي صباح. الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011 تعد مرتكزا للنظام الدستوري باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية. رغم الجهود المبذولة لتنزيل وتفعيل آلية الديمقراطية التشاركية، فإن الممارسة أبانت على أن المشاركة المواطنة لا زالت تتطلب المزيد لتطويرها. لهذه الغاية يأتي المنتدى الوطني لمناقشة ما تم تحقيقه من مكتسبات، وأيضا لتسليط الضوء على التحديات المنتظرة. اليوم في الصويرة هذه مناسبة أخرى لكي نشتغل مع المجتمع المدني على ملف مهم يتعلق بالديمقراطية التشاركية، يعني في شموليتها في القضايا اللي كترتبط بتقديم الملتمسات بتقديم العرائض، مناقشة القضايا كلها والصعوبات اللي كتعترض هذا المسار، لأنه مسار مهم جدا ويعني ما تم إقراره في دستور 2011. يخدم الصويرة فوق العدد نتاع الجمعيات ديال المجتمع المدني أزيد من 3000 جمعية، وهذا بطبيعة الحال زعما كيساعدنا احنا بالدرجة الأولى كمنتخبين، لأن بدون المجتمع المدني ولا بدون الإشراك نتاعو لا أظن نقدروا ننجحوا شي مشروع. الدستور المغربي وضع آليات لتمكين جمعيات المجتمع المدني من مشاركة حقيقية في تدبير الشأن العام، ومن بينها الحق في تقديم الملتمسات التشريع فضلا عن الحق في تقديم العرائض. المنتدى سيساهم في تعزيز المشاركة المواطنة من خلال الحوار والنقاش. علاش ما نتشاركوش ونتبادلوا الآراء ونتبادلوا التجارب ونخرجوا بإذن الله ميكانيزمات نعملوا بها على الواقع. تمنوا على انه النقاش ديال المجموعه ديال المشاكل اللي تتعيشها اقليم الصويرة والانتظارات ديالهم تكرس في هذه الورشات. المنتدى الوطني يأتي في سياق استراتيجية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لجعل المجتمع المدني شريكا اساسا في التنمية. نشاط وظهيرة متواصلة فيها ايضا. جماعة عين الرقادة بإقليم بركان أضحت بمركز للتفتح والتنشيط للأطفال والشباب يوفر بيئة تفاعلية وفضاء للرقمنة والذكاء الاصطناعي. الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة تكافئ رجال ونساء مهنة المتاعب، وجائزة التحقيق الصحفي تعود للصحفي بالقناة الثانية الزميل المهدي الأقدري عن عمله التسول الاحترافي.
وقبل ذلك على إثر نشرة إنذارية لمديرية الأرصاد الجوية بخصوص رياح قوية مع تطاير غبار بعدة مناطق، دعت وزارة التجهيز والماء جميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي الحيطة والحذر نظرا لانخفاض الرؤية أو انعدامها في بعض الأحيان، وأوصت الوزارة بتأجيل السفر إلى حين تحسن الأحوال الجوية. وكانت مديرية الأرصاد حذرت في نشرة من الدرجة البرتقالية من أن سرعة الرياح ستصل إلى ما بين 70 و80 أو 85 كيلومترا في الساعة مع تطاير للغبار بمناطق فحص أنجرة وطنجة أصيلة وتطوان المضيق الفنيدق وسيدي إفني وطنطان قلميم السزاق سمارة، وذلك إلى غاية مساء غد الأحد. بإقليم بركان تحديدا بجماعة عين رقادة تم تدشين مركز التفتح والتنشيط للأطفال والشباب. هذا المشروع الذي يندرج في إطار تعزيز رعاية الأطفال وتطوير البنى التحتية لدعم الأسر وتحقيق التنمية المستدامة يوفر بيئة تفاعلية وفضاء للرقمنة والذكاء الاصطناعي. ريبورتاج عبد الحميد المرابط عبد العالي عميراج. مركز التفتح والتنشيط منشأة جديدة تفتح أبوابها لأطفال وشباب جماعة عين رقادة بإقليم بركان، فضاء لصقل مواهب الصغار وإبراز طاقاتهم الإبداعية واستثمار الوقت من أجل تطوير مهاراتهم الحياتية ودعم الأنشطة الموازية. أول مرة يدور لنا شي فضاء بحال هكا، ورانا نتعلموا الموسيقى ونتعلموا بزاف اللغات. جاي جديد من الخدمات ديال هو مركز التفتح اللي كيعتمد على الرقمنة وكيعتمد على انفتاح الأطفال على التكنولوجيا الحديثة، على الروبوتيك، على يعني الرقمنة بصفة عامة. وأيضا حنا في إطار شراكة غادي ندمجوا أيضا الجانب ديال اللغات عبر منصات رقمية عن بعد. هذا المركز النموذجي الذي أنجز على مساحة تفوق 1200 متر مربع بكلفة إجمالية قدرها 3,600,000 درهم يراهن على خلق بيئة تعليمية تفاعلية من خلال التربية على استخدام الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. هادو لي كابتور لي كيكرا لا سيركولاسيون، وهادي لا هادي لا باتري، وهادي لا ميموار اللي بها كان بروغرامي. كنعلموا الدراري الصغار انهم ما يكونوش غير مستهلكين وانما غيكونوا منتجين بلا كونسيبسيون ديال لي روبو ولا رياليزاسيون ديال لي روبو. الانشطه الفنيه وفي مقدمتها المسرح والموسيقى والتشكيل تحظى باهميه خاصه في هذه المؤسسه التي ترم ايضا توسيع مدارك الصغار وتنميه ذوقهم الفني وحسهم الجمالي. تبارك الله كاين دراري زعما كاين طاقه، الدراري زوينين يخدموا خدمه زوينه، وحنا فرحانين بزاف بهذا السونتر اللي داروا، حيت سونتر كبير بزاف وفيه بزاف ديال المرافق. كاين ما كاينش غير الرسم، كاين الموسيقى، كاين المسرح. المشروع كلف واحد الغلاف مالي قدره هو 3,600,000 درهم، ساهمت فيها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه 1,300,000 درهم. هذا المركز هذا على غرار المراكز اللي تم انشائها باقليم بركان، هذا المركز الخامس، وعطينا انطلاقه لاربعه ديال المراكز ديال التفتح والتنشيط واللي مفتوحه في وجه حوالي 2,118 مستفيد. هي إذن لبنة جديدة بالإقليم لتعزيز رعاية الأطفال وتحقيق التنمية المستدامة. الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان تفوز بها مسرحية لا فيكتوريا لفرقة نقولو أكسيون للسينما والمسرح، وهي مجموعة من الشباب من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. كما فاز هذا العمل بجائزتي الكتابة والإخراج المسرحي وكذلك بجائزة أفضل أداء رجالي. المهرجان يكون بذلك اختتم فعاليات دورته 23، وإلى جانب مسرحية لا فيكتوريا تألق على ركح مسرح هذا المهرجان الوطني أيضا مسرحية إكستازيا لفرقة أرض الشاون للثقافات، وحازت على جائزتي الأزياء وأفضل أداء نسائي. ولأهل الصحافة أيضا جوائز وطنية. جائزة الوطنية الكبرى للصحافة أعلن أمس عن المتوجين بها في مختلف الأصناف برسم الدورة 21 في حفل أقيم بالرباط. جائزة صنف التحقيق الصحفي عادت إلى الصحفي بالقناة الثانية الزميل المهدي أقداري عن عمله التسول الاحترافي. نادية اليوبي.
للمرة الثانية تنتزع القناة الثانية دوزان في شخص المهدي الأقداري الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة صنف التحقيق الصحفي بعدما تقمص شخصية المتسول لينجح بذلك في تقريب المشاهد من التسول الاحترافي. الوزارة منخرطها في إطار يعني جميع التعديلات اللي غتقوم بها طول هذه السنة في المجال الإعلامي والصحفي باش تقوي كذلك هذه الجائزة بأصناف جديدة وبجوائز جديدة مخصصة للصحفيين والصحفيين في إطار المفهوم ديال السياسة الاعتراف الموجهة للصحافة. الصفير تلك اللغة التي يجهلها العديد منا استطاع داود علوان صحفي بالإذاعة الوطنية في تفكيك شفرة هذه اللغة المستعملة في جبال الأطلس ليفوز بفضل هذا التحقيق الإذاعي بجائزة الروبورتاج الإذاعي أسينسيك. أسينسيك باللغة الأمازيغية هو الصفير، يعني درت البحث على لغة الصفير في المغرب لأنه بنت واحد شوية ولكن ما تناولهاش الإعلام بشكل معمق. تميزت هذه الدورة بتكريم خاص لمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين بالمغرب، كما خصت الصحافة الإلكترونية بجائزة كانت من نصيب سكينة الصادقي عن جريدة هيسبريس. ما يمكن إلا نكون طبعا سعيدة بهذا التويج، هذا موضوع كان تحقيق حول الهجرة، فالتجربة إنسانية كانت مهمة عشتها مع المهاجرين جنوب الصحراء اللي جاوا المغرب، منهم اللي استقر منهم اللي كمل مسار حياته. التفاتة حسنة في حق الصحافة المعتمدة في المغرب التي تمثل وسائل إعلام أجنبية، وهذا الأمر نتمنى أن يستمر في القادم من السنوات. تميزت الأعمال التي طرحت في منافسة الجائزة الوطنية بالغنى والتنوع سواء على مستوى المواضيع، حيث هيمنت عليها مواضيع زلزال الحوز وإنجاز المنتخب الوطني في قطر، أو على مستوى التقنيات المعتمدة. كانت هذا العام أعمال جد متميزة، ولاحظنا كذلك أن التقنيات الجديدة تم استعمالها في بعض الأعمال، مثلا كاين مواقع اللي استعملت الدرون. لم تغفل الدورة 21 دور رواد الإعلام الذين خلفوا وراءهم بصمة إعلامية متميزة وساهموا في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وفي ترسيخ المبادئ النبيلة لمهنة المتاعب. وزميل المهدي أقداري الفائز بجائزة الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة عن صنف التحقيق الصحفي يحضر معنا ضيفا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك مهدي، أولا هنيئا بهذا التتويج الذي هو أيضا تتويج للزملاء الصحفيين هنا في القناة وللقناة الثانية ككل. شكرا زهراء، بالنسبة لي أنا ماشي ضيف على النشرة لأنني ابن الدار، وكيف قلتي هو تتويج للزملاء كاملين سواء صحفيين أو تقنيين بالقناة الثانية. وكيفاش عشتي اللحظة ديال التتويج أمس؟ صراحة لحظة ما تقدرش توصفها، لأنه كتذكر الوقت ديال التورناج، الوقت ديال البريباراسيون، كتذكر أنه كان واحد الحمل زعما واحد شي حاجه اللي ثقيله ضروري ما خصك تاخذها وتجيبها للقناه، والحمد لله راه توفقنا فيها. حصت هذه الجائزه عن صنف التحقيق، هو تحقيق من اصعب الاصناف الصحفيه، يتطلب عمل ميداني، يتطلب بحث تمحيص، لكن حتى الموضوع الذي نلت عنه هذه الجائزة كان أيضا موضوع صعب وشائك، ربما تناوله موضوع التسول الاحترافي. التحقيق الصحفي كيف ذكرتي زهراء هو من أصعب زعما الأجناس الصحفية، لأنه كيبغي واحد العمل ميداني معمق، وفي حد ذاتها حتى الموضوع اللي اختاريناه هو التسول الاحترافي حتى هو كان موضوع صعب، لأنه المغاربة معروف عليهم بالجود والكرم والتكافل مع بعضنا. البعض كيستغل هاد الخصية زعما الخصلة اللي عند المغاربة باش يوظفها ويكسب منها واحد المال اللي يكون مدير زعما السنة كاملة. دونك حنايا شنو قررنا؟ قررنا أننا غادي نتخفاو في شخصية متسول، بالرغم من ان الناس اللي غاديين يعطيونا ما عارفينش شنو الظروف ديالنا، واش محتاجين ما محتاجينش. تخفينا في شخصية ديال المتسول، وفي يوم واحد تقريبا قدرنا نطلعوا 800 درهم. دونك الا درنا واحد الكالكول ديال سنه تقريبا عطاتنا 24 مليون سنتيم في العام، وهذا هو اللي كان المنطلق باش مشينا في التحقيق ديالنا.
إذا هذا التحقيق وهذه النماذج من التحقيقات الميدانية يعني هو الذي يركب ويشكل برنامج الملف الذي بث في إطاره هذا التحقيق، يعني غالبا ما يتم تناول مواضيع شائكة في برنامج الملف. المواضيع اللي كنختارها كيف قلتي مواضيع كتكون شائكة، كتكون أنه خاصنا نتوصلوا لواحد الحقيقة ولا نحاولوا نسلطوا الأضواء على بعض النقاط اللي ربما يكونوا مخفيين، ربما يكونوا كتمشيو في العمق ديال الموضوع. تماما كنتعمقوا في جميع النقاط الى اخر الطريق، والحمد لله عدد من الحلقات اللي نجحوا، منهم التسول منهم الفيزا، وهذا الشيء بالفضل ديال الطاقم الصحفي والطاقم التقني ديال البرنامج ككل. وهذه الجائزة كانت هي الثانية هذه السنة بالمناسبة بعد الجائزة الوطنية الكبرى للفلاحة اللي كانت قبل 6 شهور. شكرا لك وهنيئا لك مرة أخرى. المهدي أقداري، شكرا الفائز. وهنيئا للقناة الثانية. شكرا جزيلا لك. العاصمة الإيفوارية أبيدجان عاشت أمس ليلة تضامنية مع ضحايا زلزال الحوز. حفل فني أقيم هناك بحضور نجوم كبار من المغرب والكوت ديفوار، عاد ريع الحفل بالكامل للمتضررين من الزلزال. روبورتاج حسن بن رابح، أمين حدو. الاستقبال في بوابات مركب العروض كانت بالدقة المراكشية والأهازيز المغربية. الجماهير تجاوبت مع المبادرة النبيلة بحماس وبإقبال كبيرين، سواء من الجالية أو من الإفواريين. كانت توصلوا بالليزابيل ديالهم، يعني الناس عندهم إقبال بزاف، كيحاولوا يشروا تذاكر، ولكن للأسف أغلبية تذاكر بيعت اليوم. بعد كلمة سفير المملكة الافتتاحية الكوميدي والاس، رفقة النجم الإيفواري ويلي تكلف بتقديم فقرات الحفل بالكثير من الفكاهة والإبداع. لقد تبادلنا ثقافاتنا، قال لي ارتدي زي الملك أكون الذي يعبر عن رمزية إثنية إيفوارية، وهو سيرتدي الجباب المغربي. خمسة عشر فنانا كماجيك سيستم وأحمد سلطان وجيهان بوغرين تناوبوا على خشبة الحفل في فقرات ثرية كالتي نشاهد للنجم المغربي الدوزي الذي أبدع في أغنية العيون عينية. نحن مجموعين pour une bonne cause لبلادنا، وهذا هو الشرف اللي عندي أنا بزاف هذه الليلة، وخصوصا التنظيم كان في المستوى وكل شيء كان زوين تبارك الله. الله يرحم اللي مات، والله يرحم وزعما الله يصبر هذوك الناس اللي مشاو لهم عائلتهم، وشفنا بان المغرب تاحد، وزعما هذا واجب على الفنان ينتحدوا. الحفل الخيري لدعم ضحايا زلزال الحوز احتفى بالقيم الانسانيه وكرم ايضا العلاقات القويه للصداقه التي تجمع الشعبين المغربي والايفواري. جينا اليوم لهذا الايفينمون اللي كيبروف لا فراترنيتي ايفواري وماروكان، وان ميم طون كي سوتيان الناس اللي تضروا بالزلزال ديال الحوز. لقد تشرفت بوجودي هنا وفرحت بالمشاركه في هذه اللحظات. اود ان اقول كلمه للمغرب، انا ادعم ضحايا الزلزال. الحفل نقل مباشرة على قناة لايف تي في الإيفوارية من خلال ليلة خاصة عبر برنامج التليتون لجمع التبرعات لدعم ضحايا زلزال الحوز. سفارة المغرب بأبيدجان حظيت بالإشادة والتقدير لجهود التنظيم التي كانت مميزة واحترافية. في آخر هذه النشرة أذكر مشاهدينا بأنه تلتقون مع عدد جديد من برنامج ضيف الأخبار. الزميل خالد نجدي يحاور رولا ديتشي وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ويتناول الحوار موضوع المقاولات الناشئة وأهداف التنمية المستدامة 2030 وورش الحماية الاجتماعية والجهود التي يبذلها المغرب من أجل تمكين المرأة والنهوض بحقوقها. هذا الشعار يعني أن الشركات العربية وخاصة الناشئة نجحت في الصمود في وجه جائحة كورونا ومات لها من تحديات، وهل باتت اليوم تحقق نمو وتتلمس طريقها نحو أسواق دولية؟ خالد، يعني اليوم القطاع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمقاولة اللي بنسموها بالمغرب. ضيف الأخبار بعد هذه النشرة. وفي ختام الظهيرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف قصفها على قطاع غزة لليوم 71، وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 18,800 شهيد.
حوارات أطلسية تختتم اليوم في مراكش المنتدى الدولي في دورته 12، ناقش أهمية المتزايدة لمنطقة المحيط الأطلسي في السياق العالمي الحالي. لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزيم.ما وتطبيق ماي دوزيم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.